الدولة الحديثة ديني في في في, في دار العبادة بتاعتي، سواء كانت كنيسة أو مسجد أو حسينية أو معبد أو أيا كان، وأبدأ أهاجم الأديان الأخرى. يعني ما أنا زي ما بمنع، أنا بقول لا أصل ده شيعي بيسب الصحابة، طب ما تروح على السلفي اللي بيسب الشيعة وبيسب المسيحيين وبيسب المرأة وبيسب الناس كلها. ما كل ده جنايات. فانا زي ما احنا كنا بنتكلم، زي ما كنا بنتكلم عن المواطنه بمعناها، مش زي ما احنا قلنا من الاول القصه مش كلها دوله ومواطنين او الدوله بس اللي شغاله، في جزء علينا احنا كمان. الدوله شغاله بالقانون وبالتشريع ان هو اللي يعمل الكلام ده، زي ما كنا بنتكلم على البطايق نتكلم برضو على قانون ازدراء الاديان، حاجه من الاثنين. اذا انت مصمم تخليه يبقى تطبقه على الكل، يعني لما واحد يطلع على المنبر يشتم المسيحيين ويقول عليهم عباد الصليب والانجاس والمش عارف ايه، يبقى اجيبه واقبض عليه وادخله السجن بازدراء الاديان، اديله 3 سنين ولا 5 سنين زي كرم صابر ولا ايا كان. لكن ان انا ابقى بطبق، وده اللي كنا بنقوله على التمييز القانوني، هو كويس ان انتوا فتحتوا الحته دي كمثل تاني بقى، احنا عايشينه في التمييز القانوني. اللي يجيب سيره الاغلبيه اللي هي المسلمين السنه يطبق عليه قانون ازدراء الاديان، لكن الاغلبيه دي المسلمين السنه يجيبوا بقى سيره الناس التانيه كلها ويشتموها ويعملوها، لا يبقى تمام مفيش مشاكل وساكتين. طب ما انا كده عامل تمييز طائفي وساكت، او حتى كمان انا اتعدى هذا الموضوع. يعني انا مره شيخ قاعد طالع شتم الناس كلها، انت على المنبر انت سايب بنتك قاعد على النت يا ديوس في ايه؟ ما انت شتمت الناس كلها. يعني انت لما قلت على الناس اي واحد عنده بنت او اخ عنده اخته عشان بتقعد على النت بقى ديوس، انت شتمت بنات مصر كلها، لان تقريبا 90% من بنات مصر بتستعمل النت، وشتمت الرجاله كلهم، لان اكيد اي حد فينا عنده بنت او اخت او زوجه او بتاع بتقعد على النت، فانت ما بتطبقش الكلام. يبقى زي ما بنقول يا اما قانون ازدراء الاديان ده يتلغى، وهو المطلوب يتلغى تماما، لان عايزين فكره القوانين المطاطه دي اللي ما تعرفش تمسكها يطبقها على الكل، تعمل لها تحديدات كلام محدد طبعك او تلغيها وهو الافضل، زي القصه الفعل فضح في الطريق العام. لو لقى واحد ما يعني ممكن واحد ماشي مع واحده ماسكها ولا حط ايده على كتفها، ممكن قوي امين الشرطه ولا الضابط يمسكه فعل فضح في الطريق العام لان ما لهاش تحديد. لكن معلش لو اخذ يعني ما تعرفوش، لو لقى واحد واقف جنب الحيطه بيعمل اي حاجه، طب ده مش فعل فضح في الطريق العام، ده بالعكس ده اولى، ده فعل فاضح وفعل غير صحي بيجيب امراض وبيجيب، يعني في عندنا منظومه قوانين لازم تتغير.